بعد ما شفنا مع حضراتكم الاخبار اللي حصلت امبارح، خلينا نروح نتابع الاخبار اللي هتحصل النهارده باذن الله. ومن هذه الاخبار احتفاليه في حب مصر في جامعه القاهره، هتكون بحضور سفراء الدول الافريقيه، وايضا انطلاق ماراثون امتحانات الشهادتين الابتدائيه والاعداديه الازهريه، واخبار تانيه كتير هنتابعها مع حضراتكم من خلال التقرير بالتفصيل. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة هتنظم كلية الدراسات الإفريقية العليا في جامعة القاهرة احتفالية بعنوان يوم في حب مصر في قاعة المؤتمرات بالكلية ضمن فعاليات الاحتفال باليوبيل الماسي، وده بالتزامن مع الاحتفال بيوم إفريقيا وذكرى تأسيس منظمة الوحدة الإفريقية يوم 25 مايو عام 1963. كمان هتنطلق امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلبة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية، بالإضافة لامتحانات طلاب البرنامج التأهيلي الملحقين على الشهادة الإعدادية. هيشارك النجم البرازيلي رونالدينيو لاعب برشلونة وميلان السابق في مباراة خماسي مع نجوم كرة القدم المصرية السابقين، وفي مقدمتهم أحمد حسن ومحمد زيدان على صالة مونديال التابعة لنادي إسترن كامباني، وبعدها رونالدينيو هيعمل رحلة سياحية لأهرامات الجيزة. لعشاق كرة القدم الأوروبية هيكون معادهم النهاردة مع مباراة من العيار الثقيل، فريق روما الإيطالي هيواجه فينورد الهولندي في نهائي كأس دوري المؤتمر الأوروبي الساعة 9 بالليل.